رحمة الله الفردي وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين احنا النهاردة 80 كده عند متر قاعدة عند دي ابو كل عبده، الالوانات اهي هنشوف عند ابو تشكيلة عبده. الدفايات اللي عنده. الجنزاري الاسود حلو اوي، اللون اللبني ده المتر ب80 جنيه. نبيتي ده كده جميل، انا كلها جميل اخر ده. هم اخر 3 كتاب ب 85. اللي هو نص بطانية. ايوه نص بطانية. شايفين الحاجات دي كلها ب80 جنيه المتر، الجميلة غير الحاجات اللي صورناها الاسبوع اللي ده فات. كتير. ده لون تاني اهو. دي الحاجات اللي هي الدفاية اللي هي الاسلامي دي، ادي اللون النبيتي والاخضر والفوشيا، حلو اوي اللون الاخضر ده. ده كله اللي احنا شايفينه اللي في العرض دوت المتر ب80 جنيه. ده نص بطانية، نص بطانية ب85. شايفين ادي ومشيتها اتقل اهي، حفرة اهي. قرب لكم الكاميرا اهيت. وده لون كمان اللي هو اللون الموف ده، حلو اوي ده. والزيتي جميل. ده نص بطانية مشيتها تقيلة اهي. بطاطين دي بكام؟ 110. كيلو ب110 صح؟ حلوة اوي تقيلة. ممكن تفرد لنا واحدة؟ شكل البطانية دي يا بنات حلو قوي، ان لونها لبني كده على رسمة من النص، بس بصراحة قامتها حلوة. كانت كيلو البطاطين ب110 عند ابو عبده، هنحط رقم تليفونه في صندوق الوصف اللي يحب يتواصل معاه. شايفين فلو دي حد عاوز كده شحن تشحله يعني، بصراحة كانت في تشكيلة بطاطين حلوة ب110 عنده. على فكرة وهو عنده كمان القطيفة هايدي، كيلو بيبيع، هو أرخص من 110. السوق كله بيبيع ب65 جنيه. هنشوفها مع بعض كده الألوانات كلها، تقيلة المشجرة والسادة، يعني بيبيعها والقماش اللي عندك ده. ب65 جنيه. قطيفة هايدي متر ب65 جنيه. 65 عرض مترين. عرض مترين نعم. ده بكام؟ ب65. متر 65 عرض مترين. عرض مترين قطيفة هايدي، ده كله قطيفة هايدي. ترنج ياخد قد ايه؟ مترين. والجلابية مترين؟ البيجامة ثلاثة. البيجامة ثلاثة كتير يا حاجة، ده عرض ثلاثة. أقول ماشي يا ونص حاجة، ما شايفين ألواناتها كده. ده ايه ده؟ الزيتي ده ايه؟ برضو هاتف هايدي؟ دي تركي. تركي؟ اه رسمتها حلوة. ده هو البرز. ده ايه؟ برز يعني خمي برز. خامتهم حلو والموف ده حلو. ده السادة، السادة ده، ده كله السادة. أي حاجة في المتر ده ب65 صح كده؟ خمسة وست... عندك المفرش بقى اللي هو دوت 280. مفرش واتنين خدودية وكيس مخدش. ده المفرش اهو يا بنات، مفرش واتنين خدودية ب280 جنيه عند الحاج ابو عبده. طبعا هو عنده شحن على فكرة، لسه سألاه. اللي عاوز يشحن انا هسيب لكم الرقم، وانتوا اللي حابب حاجة يتواصل معاه، اللون اللي انت عاوزاه وهو يشحن لك. شايفين الرسمة بتاعتها اهي، ده كلها مفارش ب280 جنيه. الواناتها كلها موجودة عنده. ادي اللون البني واللون الكافيلي في الاول، والجنزاري للاصفر النبيتي. بعد 85 حلو. دي كلها مفارش. وعطيفه هايدي عنده على فكره، عطيفه هايدي عنده رخيص على فكره ب65 جنيه، هو ارخص واحد بيبيع في السوق. شايفين الدفايه دي لونها حلو ازاي؟ الدفايات دي حلوه الكحلي، شايفينهم كراهات كده. كان المتر ب80 جنيه، اشكالها بصراحه جميله حلو قوي. ده عطيفة هايدي، لو مش عطيفة هايدي ده، ده ب65. وعلى فكرة هو بيع ارخص من بره، ارخص من السوق كله. الكل للسوق بيبيعها ب85 جنيه، هو بيبيعها ب65. هحطلكوا رقم تليفونه في صندوق الوصف اللي يحب يتواصل معاه. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش باللايك والشير. لو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله حلوة أوي اللي دي بجنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استنوني إن شاء الله في الفيديو القادم عند أبو عبده.